اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر الصبح على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشماليه، وهيكون شديد الحراره على جنوب الصعيد. في النهارده نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، وفرص امطار خفيفه على حلايب وشلاتين. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل اكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. دكتور، عايزين حضرتك تطمنينا اكتر على حاله طقس اليوم، خصوصا كمان الشبوره المائيه الكثيفه اللي كانت موجوده في الساعات الاولى من الصباح الباكر. بالفعل يا فندم، احنا اليوم لسه مستمرين في ارتفاع الطفيف في درجات الحراره. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى ما بين ال 30 وال 31 درجه مئويه خلال فتره النهار. درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. الطقس خلال فتره النهار بالفعل هيكون حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، معتدل الحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد، هيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ما زالت درجات الحرارة منخفضة، لسه بنشعر بالطقس ان هو ماء الليل برودة خلال ساعات الليل، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على اغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بيكون لطيف على جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترات الليل. بالاضافه كمان ان اليوم بالفعل تكونت شبوره مائيه كثيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى سواحلنا الشماليه ومحافظات الوجه البحري والقاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، محافظات طبعا القناه ووسط سيناء. الاماكن دي كلها تكونت عليها شبوره مائيه في الساعات المتاخره من الليل، وظلت حتى الساعات الاولى من الصباح، وان شاء الله ساعه بالكثير والرؤيه تتحسن معها على كافه الطرق، لانها ادت لانخفاض الرؤيه الافقيه بشكل ملحوظ على اغلب الطرق. بالاضافه كمان ان احنا اليوم في فرص لسقوط الامطار، هي طبعا فرص سقوط امطار خفيفه على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي منطقه حلايب وشلاتين، لكنها فرص امطار ضعيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. متوقع طبعا استمرار هذه الاجواء على مدار هذا الاسبوع، ومتوسط درجات الحراره بتكون ما بين ال 30 وال 32 درجه مئويه. طب يا دكتور، هل هيكون في شبوره زي اللي احنا شاهدناها النهارده الايام اللي جايه؟ طبعا وارد جدا، بس هتكون شبوره مائيه خفيفه ان شاء الله، مش هتاثر على حركه المرور، وطبعا هي تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، لكن مش هتاثر على حركه المرور تماما على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. طب هل هيكون في رطوبه يا دكتور؟ هو طبعا في ارتفاع في نسب الرطوبه، وده اللي ادى لتكون الشبوره المائيه. طبعا في هدوء لسرعات الرياح وزياده نسب الرطوبه، وطبعا الكتل الهوائيه لما بتمشي على او بتمر على المسطحات المائيه بيبدا يتحمل بنسب رطوبه اعلى، فيبدا يتكون معها الشبوره المائيه، ففي زياده في نسب الرطوبه خاصه على اغلب المناطق اللي موجوده قريبه من البحر المتوسط. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، ونبتديها كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 31 والصغرى بتسجل 17، الاسكندريه العظمى 25 والصغرى 16، مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 14، سيوه العظمى 32 والصغرى 14، بورسعيد العظمى 25 والصغرى 16، دمياط العظمى 24 والصغرى 15، الاسماعيليه العظمى 32 والصغرى 15، السويس العظمى 31 والصغرى بتسجل 15. هنروح للعريش العظمى 25 والصغرى 15، سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 9، طابق العظمى 30 والصغرى 19، شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 21، الغردقه العظمى 31 والصغرى 20، الفيوم العظمى 32 والصغرى 15، بني سويف العظمى 32 والصغرى 16، المنيا العظمى 32 والصغرى بتسجل 17. هنروح لأسيوط العظمى فيها 33 والصغرى 16، سوهاج العظمى 34 والصغرى 17، قنا العظمى 35 والصغرى 19، الأقصر العظمى 36 والصغرى 20، أسوان العظمى 37 والصغرى 21، الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 16، شلاتين العظمى 32 والصغرى 19، وأخيرا حلايب العظمى 30 والصغرى بتسجل 18. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وباسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا.